السلام عليكم. يوتيوب بتحذر ان في حاجه هي مش قادره تفهمها، ان ناس كتيره جالها ايميل جاي من يوتيوب وفي مكتوبه كده نو ريبلاي ات يوتيوب دوت كوم، تمام؟ يعني تحس ان هو ايميل فعلا حقيقي، وانا جالي ايميل كتير قبل كده من يوتيوب بنفس الموضوع ده، ويوتيوب بولس تشينج، فازاي الهاكر قدر يبعته من ايميل تبع الدومين اللي اسمه حتى الآن مش عارفين، حتى الآن هما بيقولوا احنا لغاية دلوقتي احنا عرفنا المشكلة بس مش عارفين سببها ولا عارفين حلها ازاي. بس خلي بالك لما انت بتجيلي كده كده امبارح خاصة من اليوتيوب، يبقى الواحد بعد كده ما يفتحهاش، تمام؟ غير لما اتأكد، يعني هنا اللي شفتك ان هو رافعها على درايف جوجل، المفروض تخش على موقع اليوتيوب لأن دي حاجة خاصة باليوتيوب مش خاصة بدرايف جوجل، فهم حاطين الفيروس بالرابط دوت اللينك هو فيه باسورد بحيث ان انت تكتب الباسورد تتعامل معاه، يعني هي دي الحاجه الوحيده اللي تخليك ترفض، انما الايميل فروم كذا مظبوط تو برضه مظبوط، يعني معمول لايميلك الشخصي انت مش مظبوط لناس كتيره في الشغل، فنخلي بالنا الفتره اللي جايه لان شكل الموضوع الفيروسات بتبقى محتاجه بارانويا، يعني تشوف اي رساله تجيلك ولازم تتاكد منها مليون مره قبل.